هذه هي مدينة حرستا المنكوبة، هذا هو حي السيل، والذي يبدو يعني نال ما ناله من القصف العشوائي والقصف العنيف جدا جدا التدميري الذي لم يبقي من الأبنية يعني سوى أطلال. هذه هي ساحة الحرية، هذه الساحة هي التي شهدت أجمل المظاهرات السلمية التي كانت تخرج هنا، وعندما دخل الجيش والمخابرات قاموا بهدم هذه الساحة والدمار في هذه الأبنية، يظهر حجم المعارك العنيفة جدا التي دارت هنا. طبعا هذا الشارع لا يستطيع أحد الوقوف في منتصفه، وذلك لوجود القناص في آخر الشارع. هذه كما ذكرت هي ساحة الحرية، وهنا بناء يقولون لنا الأهالي هنا والناشطين، قام النظام بتلغيمه، وذلك يعني انتقاما من المجاهدين وانتقاما من الأهالي. معنا الآن أبو أحمد من تنسيقية أحرار حرستا، سيخبرنا عن هذا البناء بالذات، عن طريقة أو كيفية تلغيمه، وما السبب الداعي إلى تلغيم هذا البناء. هو بالمنطقة هاي حدث أشد المعارك بهي الساحة، ساحة الحرية نحن كنا نسميها. قام عناصر الأمن والشبيحة بتلغيم هذا البناء. كان هنا يوجد عدد كبير من الثوار يمنعون دخول الأمن من عن طريق الاستيراد الدولي، استيراد حرستا. الاستيراد الدولي قريب من عندنا؟ قريب حوالي 300 متر من صوب الاستيراد الدولي. تمام. قاموا بتلغيمه بشكل كامل. بشكل كامل طبعا. هذا البناء الان لا يصلح للسكن ابدا ولا حتى للاصلاح. نعم. طيب تحكي لنا بس كيفيه التلغيم او شلون تلغم بالضبط. طريقه التلغيم هي طريقه جديده النظام قام فيها. هنا كان يوجد محلات للناس يعملون بها، يقوم بزرع الألغام يبدو بالأقبية يعني ولا كيف؟ لا زرعوها هون. اها تمام. على الأرض. تمام. ألغام على الأرض يعني. حدث هذا ألغام من الألغام الصغيرة جدا. تمام. ألغام صغيرة جدا كانت. تمام. أدت لحتى إنه يعني يبدو كأنه الانفجار طلع من تحت. الأعضاء. هذا الضغط من تحت ومن فوق صار. لفوق تمام. تحت لفوق. وهذا البناء مثل ما قلت أول مرة إنه غير صالح للسكن نهائيا. غير هذا البناء خلاص يعني السكن نهائيا. هذا البناء هدم وإعادة بناء من أول وجديد يعني. زرع لغمين، لغم هنا ولغم هنا. تمام. هو هون لهذا اللغم بالضبط، وهذا اللغم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي يبدو كأنه أغراض الناس لساتها فيها يعني بالضبط. يعني لسه الأسرة ولسه الطاولات وكل شيء. كل شيء السكن. سكن كان. لا سكني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي جزء قليل من أبنية مدينة حرستا المدمرة. يعني هذا جزء قليل من الدمار. دمار لا يوصف. يعني يبدو الانفجار قوي جدا، حتى أن الأعمدة الاستنادية حتى رايحة مثل هذا العمود يبدو صامد يعني، ولكن متضرر جدا. وباقي الأعمدة نفس الشيء. حدث انفجار ضخم جدا هنا في هذا البناء أدى لحدوث هذا الدمار الكبير. تمام. بالنسبة للمعارك، المعارك وين عم تدور هلا؟ وحاليا بالنسبة لحرستا وين تقريبا متمركز الجيش أو الأمن تقريبا؟ هلا بالنسبة للمعارك عم تدور على طريق استيراد دمشق خمسة الدولي. تمام. يبعد عنا حوالي 300 متر. اها من هون من هاي المنطقة. أيوة. حوالي 300 متر.
بالنسبة للمناطق الثانية اللي هي ما بعرف سمي لي اياها انت مناطق حرستها. هلا هنا نسميها حارة السيل. هي السيل تمام. ساعة الحرية هي اسمها ساعة الحرية. تمام. هنا كمان يوجد قبة. تمام هي القبة تبع لما بتجتمع المظاهرات هون. نعم هنا كان تدور أجمل المظاهرات. تمام. كان فيها أجمل المظاهرات عزيز الساحة. تمام. وهي الحارة المؤدية كمان هي مؤدية تتم إلى حارة السيل، مؤدية إلى جامع غبور. تمام. وبعد منها على الاستراد الدولي كمان، في طريق منها على الاستراد الدولي. تمام تمام تمام. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعد جبهة حرستا من أشد وأقوى الجبهات في ريف دمشق. من بعد داريا. من بعد داريا هي حرستا. نعم. حرستا هي ال تقريبا في سكان بحرستا؟ حاليا لا. أبدا. ما في سكان. طبعا. جزء قليل جدا جدا. يبدو اللي يعني اللي ما لقوا مدينة خاوية على عروشها. تمام. لا سكن فيها أبدا. لا حول ولا قوة. وغير صالحة للسكن. قاعد مثل مثل الدمار اللي شايفينه. حتى يعني حتى ما في مجال يفتحوا بياعين او حتى يعني بياعين او اي شيء مواد غذائيه لحتى يجوا السكان اصلا. طيب كيف المجاهدين سواء المجاهدين او يعني ما تبقى من السكان كيف عم يدبروا حالهم؟ يعني كيف عم يجيبوا اغراض، عم يجيبوا مواد غذائيه على الاقل؟ يعني هاي كلها كانت عم نأمن لهم اياها تامين من برا. تمام. من برات حرستا. تمام. ونقدم لهم اياها قدر المستطاع. تمام. طبعا بصعوبه جدا. هلا هي سواتر جداً. هي سواتر ترابيه محطوطه ليش؟ هي سواتر كنس... ترابيه نحن كنا نطلع من وراها لانه قناص هذا الجنب. تمام. هلا هاي هذا الساتير محطوط كرمال اللي بده يقطع من ورا الشارع، في قناص من هذا الشارع بيجيبه بالاخر. بناء دايا. بناء دايا يبعد عن هنا 300 متر، حوالي 300 متر. تمام. على الاستراد. تمام. بناء دايا. تمام. هذا القناص لهون. هذا دايا محطوط لسه موجود فيه الامن. امن مو موجود فيه. اها تمام. طيب القناص بيجيب هاي الحاره كلها، معناته بيشوف هاي الحاره كلياتها. تمام. فاللي بده يمر من ورا بيمر من ورا هذا الساتر الترابي. تمام بالضبط. تمام. مثل ما حكينا هذا جزء قليل من الدمار في مدينه حرستا. مدينه حرستا مدمره بالكامل. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. هذا ايضا بناء اخر قام النظام بتلغيمه، يبدو طريقة ممنهجة يعني أو طريقة اتبعها النظام لتلغيم وهدم هذه الأبنية السكنية. طبعا نلاحظ هنا يعني بعض حتى الحاجيات المنزلية يعني التي ما زالت موجودة حتى، يعني السكان للأسف نزحوا بشكل يعني مفاجئ يبدو. هي أبو أحمد نفس طريقة التلغيم يبدو، نفس الطريقة اللي شفناها بالبنائين ثاني. بناء غير صالح للسكن. لا حول ولا قوة. بناء غير صالح للسكن. لا حول ولا قوة. هاي التلفزيون يمكن. هذا من أشد حقد النظام على مدينة حرستا. مدينة حرستا غير صالحة للسكن، لا ماء، لا كهرباء، لا خدمات. لا اتصالات ولا أي شيء. أي شيء منكوبة. واهل مهجرين حوالي صار لهم حوالي 8 اشهر مهجرين من مدينه حرستا. طب هي الطريقه اللي عم يلغم فيها هالابنيه، هي شو سببها او شو هال يعني ما بعرف شو هالحقد هذا؟ حتى يعني يبدو البناء عم يدمروه من تحت لفوق بحيث انه يعني حتى العضايد الاستناديه حتى العضايد الاستنادية يعني ما قدرت تتحمل هالضغط الانفجار هذا. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا البناء واللي شفناه قبل احد الابنية المدمرين في مدينة حرستا، في ابنية لسه كثير عددهم لا يحصى. في ابنية كيف يعني ما عاد صفي شيء بعد الدمار؟ في ابنية نازلة على الارض كلها؟ في ابنية نازلة على الارض، حارة كاملة نازلة على الارض. اي ما بنحسن نصلى لها لانه عرض لقناص. ما بنقدر نوصل لهذيك المنطقه. ما بنقدر نوصل لهذيك. تقريبا كم عدد البنايات اللي مدمره هيك بهذيك بالحاره اللي عم لك عنها؟ يعني حوالي 30 بناء. 30 بناء. 30 بناء على الارض. 30 بناء على صف واحد. على صف واحد.
هذيك الحارة محاصرة بالقناص يعني؟ محاصرة مكشوفة على الطريق على الاستراد الدولي. بعد ما نزلت الأبنية صار الطريق مكشوف على الاستراد الدولي دولي. تمام مباشرة. تمام. يعني أي حركة صير قناص بلطش عليها. هاي محولات كهرباء كمان. لم تسلم من بطش النظام ومن قصفه. حتى المحولات ضربها. نعم. حتى المحولات. يعني هو ما هو كان عم يضرب يعني بشكل عشوائي تماما، ما كان في اي استهداف لاي شيء، المهم هو كان عم يدمر بس، عم يدمر المدينة. مجرد دمار. مجرد دمار بس مو اكثر. مجرد دمار وحقد. حتى هذيك الابنية يعني يبدو ما سلمت ابدا. لا حول ولا قوة الا بالله. يبدو حتى هذيك الأبنية في مجال ينسكن فيها أو ترجع تتصلح، ولا حتى هذيك الأبنية يبدو حتى هذيك الأبنية بدها تنزل على الأرض، لأنه ما في مجال لا تتصلح ولا تنسكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. القصف هون كان شو الأدوات اللي كان عم يستخدمها؟ شو الأسلحة عفوا اللي كان عم يستخدمها؟ يعني صواريخ أو هاون أو شو الشيء اللي ركز عليه أكثر شيء اللي دمر؟ ما خلى أي نوع من الأسلحة. ما خلى أي نوع من الأسلحة الثقيلة والخفيفة. هاون، مدفعية، راجمات، صواريخ، طائرات ميج. لا حول ولا قوة. بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة. تعرضت هاي المنطقة لقصف عنيف جدا. مسجد الإمام الشافعي. هذه إذن يعني منطقة السيل، وهنا الثانوية هكذا تدعى المنطقة. هنا دارت يعني أشد المعارك، كنا قريبة من الاستراد الدولي هذه المناطق. سبحان الله، يشعر المرء وكأن زلزالا حل بالمنطقة، يعني لم يسلم أي شيء أبدا. نحن الآن أمام دوار الثانوية، هذا الدوار المعروف في مدينة حرستا. يعني الدمار لا يوصف أيضا هنا. هذا الطريق بالذات أيضا، هذا الساتر الترابي الذي يحمينا من القناصة الموجودين خلف هذا الساتر. هذا الطريق المؤدي إلى ضاحية الأسد، يعني هذا الطريق. لهنيك ما طيب طيب طيب. هذا الطريق، هذا الطريق يؤدي إلى مدينة حرستا. بالمقابل يعني امتداد هذا الطريق يؤدي إلى ضاحية الأسد. ابو احمد، بالنسبه لهذا، بالنسبه لضاحيه الاسد واللي هي مجاوره لمدينه حرستا، يعني هي ضاحيه معروفه انه استهدف، يعني استحدثها النظام ليسكن تقريبا ضباط، اغلب سكانها ضباط ويعني من طائفه النظام. يعني ماذا تسبب لمدينه حرستا وكيف الحياه فيها بضاحيه الاسد؟ هلا بالنسبه للحياه فيها، متوفر فيها جميع انواع
متطلبات المعيشة. تمام. من كهرباء وماء وأي شيء تحتاجها معيشة السكان فيها. السكان موجود فيها ولا كأنه في شيء. ما فيها أي حاجة. مع إنه. يعني مع إنه قديش تبعد عن مدينة حرستها هي؟ يعني حوالي 500 متر. 500 متر وهون مدينة منكوبة يعني. وهنيك الحياة شغالة. الحياة طبيعية ما فيها شيء. تمام تمام تمام. في قصف من هنيك عم تتعرض له مدينة حرستها من هذيك المنطقة؟ طبعا في قصف من هذيك المنطقة اللي هو فوج 41، هو اللي هلك هالمدينة ودمر المدينة من فوج 41. سبحان الله. شو عم يضرب المدينة من هذا فوج 41؟ عم يضرب المدينة من راجمات صواريخ وقذائف الهاون بشتى قياساتها. يا لطيف. تمام تمام تمام. يعني يعني المدفعية الميدانية. تمام. الثقيلة. تمام. يعني هو حتى ضاحية الأسد غير أنه مسكنة ضباط ومسكنة هذا، هي حتى مصدر لهذا القصف. بالضبط. سبحان الله. هون فترة قصف الطيارة هون المدرسة حوالي المدرسة. شو اسمها هي المدرسة؟ هو مدرسة إسماعيل الرئيس. إسماعيل الرئيس. نعم. ما معروف يعني حرستها. تمام. هي المدرسة ضربة الطيارة. نعم. إيه. بشو ضربت الدمارة؟ بشو ضربت؟ بس صواريخ أو؟ صواريخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمان هون دارت أشد المعارك بين أبطال الجيش الحر وقوات النظام الطاغي. وعناصر من حزب الله. أيضا شارك عناصر من حزب الله هون في المعارك الجارية. نحن الآن في طبية حرستا في بريف دمشق. الآن هذه الأدوات البسيطة التي يستخدمها الممرضون أو من بقي من الممرضين هنا في المدينة. طبعا أدوات بسيطة جدا. هذه أيضا زجاجات الأكسجين بالنسبة لإصابات الكيماوية. إن شاء الله معافى يا رب. حضرتك مسلح أخي؟ إيه. نعم الله إن شاء الله هيك. أجر وعافية يا رب. إصابتك كيف كانت أخي وبأي معركة؟ والله كنا على غرب الأسترات حرستها وصوبنا هني. نزل قذيفة عن شركة ملوك صوبنا. الحمد لله. الحمد لله. الله يجعلها في سبيل الله. آمين آمين يا رب. آمين. آمين. السلام عليكم. السلام. كيفك اخي؟ الحمد لله. ان شاء الله ربك يجعل عافية. اصابتك اخي شو هي؟ والله بدي مفصل وركبه. لا حول ولا قوه الا بالله. شو كيف كانت اصابتك؟ كيف انصبت؟ والله بالراجمه تبع بشار الكلب. بالراجمه. ايه. تمام. وين باي منطقه؟ حرستها. وين يعني؟ شو المعركه اللي كانت هنيك؟ معركه كانوا فايتين علينا. ضربوا علينا راجمه. عم انصبت انا. عند الثانوية. عند الثانوية. لا حول ولا قوة الا بالله. ان شاء الله اجر وعافية. الله يعافي الله. السلام عليكم دكتور. الله يعطيك العافية يا رب. تحكي لنا عن الاصابات اللي عم توصلكم لهون وشو الامكانيات الموجودة يعني؟ هل عم تعانوا من نقص بالادوات الطبية بالادوية؟ في ظل الحصار يعني على مدينة حرستا. للأسف إنه الإصابات اللي عم توصل هي إصابات عم تكون كتير شديدة والتعامل معها عم يكون كتير صعب. مثل ما شفت الأدوات اللي عنا هي أدوات كتير بسيطة، والمواد اللي موجودة هي مواد كلياتها بسيطة وبقلة وشح كبير بسبب الأزمة اللي صايرة على المواد.
وكثر الاصابات، والاصابات عم تكون مثل ما قلت لك هي شديده جدا، فهي عم تحتاج مواد بشكل هائل وبدها ادوات احسن من هيك، بس للاسف انه هذا الموجود عندنا وهذا اللي عم نحسن لابنه المريض، والله يجعلنا به الحمد لله. الله يعطيكم العافيه. بالنسبه للاصابات الكيماويه، مدينة حلسته معروف انه هي انضربت عده مرات بالاسلحه الكيماويه، الاصابات كيف عم تتعاملوا معها وشو شده الاصابه بشكل عام؟ الاصابه عم تكون متفاوته ما بين شديده متوسطه وخفيفه، التعامل معها عم يكون عن طريق اعطاء الادويه اللازمه، اتروبين وغيره من الادويه اللازم تنعطى للمريض. في حالات وفاة، كان عندنا تقريبا 6 حالات وفاة بحرستا، 6 شهداء بحرستا بسبب الكيماوي. كان في عندنا حالات الإصابة في الضربة الأولى اللي انضلت بحرستا حوالي 85 ل90 مصاب بحرستا، تم تحويل قسم منهم الاستعانة بباقي المناطق مشان نحسن نغطي الحالات، لأنه كانت الحالات كبيرة كتير بالنسبة للإسعاف اللي كان موجود. الأعراض اللي كنتوا تلاحظوها على المصاب، الأعراض اللي كانت تلاحظ على المصاب هي حدقة العين الدبوسية، تمام. يجينا دائما في اختناق عنده بشكل كبير، طبعا بتلاقي هي شغلة تفاوت ما بين الشديدة ومتوسطة. كان في حالات هلوسة، كان في ناس ما عم تعرف شو عم تحكي، في ناس ما لها عايشة هون بتحسب موقع تاني هي ما لها هون. على المعالجة شيء تحسن بسرعة، شيء أكل وقت، حتى كنا نعاني من آثار ما بعده، إنه شلون إحنا عنا الشباب نفسه بده يرجع على الربط، هو مفروض منه إنه هذا اللي تلوث جسمه بالمادة الكيماوية إنه يرجع يعمل حمامات بشكل مستمر 3-4 مرات بالنهار، هو ما عنده مي بالأساس لحتى يتحمم. تمام. طبعا مع العلم بس إنه مدينة حرسنا مقطوعة عنها كل شيء، كهرباء، ما في اتصالات، ما في كهرباء، ما في اتصالات، ما في أي شيء. تمام. الأدوية كمان ذكرت لي عن موضوع الكيماوي اللي عم تستعملوها، الأدوية في عنا الأتروبين وفي عنا أدوية تانية. هل هي متوافرة؟ هل المواد هي يعني بسهولة؟ لا، أنه أحيانا الأتروبين عم نضطر نعطي شيء خالص مدته، لا. بس له هذا التأثير، لا. يعني في عم تستعينوا أحيانا بأدوية منتهية صلاحية بشكل. هلا أنا عم بحكي لك على الكيماوي، إذا نحكي على الحالات العادية، عنا أحيانا الالتهاب، هذا الالتهاب عم تتعامل معه هو خالص مدته، مشان موضوع انه احنا عندنا 3 شهور سماحيه لسه تكون الماده الفعاله موجوده. اما الفكره انه هو منتهي صلاحيه. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ما بعرف، يعني توجه لي انت رساله، يعني توجه للعالم اللي عم يسمعوني سواء خارج سوريا، عن المعاناه اللي عم تعانوها انتم هون. يعني انا شايف حتى الان الاكسجين عم تقول لي انت يمكن خالصه، يعني حتى مو كلها معبايه، يمكن تمام. مع انه موجوده ولكن للاسف موجوده، بس ما فيك تطلع تعبيها وتجي. تمام تمام. النظام خان المنطقه بشكل، محاصره بشكل كبير للمنطقه. طيب ما بعرف شو بتوجه رساله للعالم اللي عم يسمعوك هلا بالنسبه للمواد الطبيه اللي عندك؟ أنا بوجه رسالة لكل اللي عم يسمعونا هلأ، أنه نحن بحالة أصبحت خانقة، ما عاد في مجال أنه أنت حتى هي الأدوية اللي كنا عم نقول عنها أنه مواد انتهت مدتها وعم نستخدمها، حتى هي انتهت يعني. تمام. فنحن وصلنا لحالة مزرية جدا، انتهت كميتها أصدق، المواد اللي انتهت صلاحيتها، انتهت مدتها، انتهت كميتها، لا حول ولا قوة الله، كميتها انتهت وما عاد في شيء بالإيد، يعني اللي شايفينهم بين إيدينا أن هدول موجودين في هاي الطبية. تمام. ما في مخازن انه عندنا مخزن مثلا محل او شيء حاطين فيه اغراض، هدول الموجودين. تمام عم يكون احيانا المريض قاعد بالعمليات بغرفه العمليات وانت ما لك حسنان تقدم له سيروم ملحي، يعني على مستوى السيروم الملحي، على مستوى السيروم الملحي الشهر الثاني خالص اللي خالص مدته عم نغسل فيه جروحه. هلا نحن حاليا بالشهر السادس وهذا خالص من الشهر الثاني. تمام. رح عم نستخدمهم للغسل للاسف، لانهم نفس الحجم، يعني كل، يعني انا ما حكيت، بس حكيت لك على دواء التهاب. الموضوع بكل نواحي، اتروبين، دواء التهاب، سيرومات، ملحي، سكري، الى اخره. لا حول ولا قوه الا بالله. الله هيك يعطيكم العافيه يا رب. الله يعافيك. يعني الإصابات للأسف يعني كثيرة كانت بمرحلة المعركة اللي ما كانت بحرستا، المعركة الأوتستراد. نعم. كانت إصابات كبيرة وأغلبها ناتجة عن القصف فقط، مو عن حتى الإصابات قبل المعركة، يعني طبيعي. الشباب كانوا عم ينصافوا بالقصف، على هو ما حكوا لي الشباب. مظبوط الكلام. الأرض ما نتطي عليها، يعني إذا سألت عسكريين بيقولوا لك إنه نحن على الأرض ما كان نشوف عساكر، كنا نشوف قذائف. تمام تمام.
ما له وجود على الأرض. الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك شو إصابتك وأنت كنت مع مجموعة من الشباب من الجيش الحر؟ والله نحن بمعركة الإدارة. تمام. كنا مرابطين يعني كذا نزلت علينا قذيفة. تمام. فأسعفونا على المشافي الميدانية، بتعرف المشافي الميدانية ما فيها الاهتمام. تمام. وهي يعني متواضعة كتير يعني. تمام. من أولها. هلا بجوز تحسنت شوي ماشي حالها. فصار معي تام شوحة من قلة التعقيم وكذا. فصار معنا انتان بالجروح. وين كانت اصابتك؟ اصابتي في بالساعد بالقدم بالساق الاولى والساق الثانية. بالساق الاولى اضطرينا انه نكتره. تمام. الساق الثانية تمت مكسورة وكسر متبدل تمت 4 شهور ومش سنة. تمام. القدم الأولى اليمين أول شيء ما اضطرينا إنه نبتورها دغري. لو كان في مثلا مشافي يموت يعني كذا كنا لحقناها، وهذا قدر طبعا. الحمد لله. الحمد لله. شلون قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله. إن شاء الله. فلو في طريق وفي مشافي يعني متقدمة شوي فيها شوية تحسينات وكذا كانت أفضل يعني. كان ما اضطرينا لنصل له اللي وصلنا له. دكتور شو بتخبرنا عن إصابة الشاب هون مشان موضوع البتور، شو عم تعملوا معها وشو اللي ناقصكم فيها يعني؟ عميل الشاب إنه كان بتتلحق الإصابة ولكن للأسف يعني قلة المواد والطريق. تمام. للأسف إنه الإمكانيات تبع المشافي الميدانية عندنا هون بالغوطة هي إمكانيات متواضعة جدا، فهذا عم يكون الطبيب قدام أدوات جراحية بسيطة بده يساوي عملية معقدة بالنسبة للدكاترة اللي برا. احنا بدنا نحكي عن إصابة من إصابة الأخ أبو بكر. إصابته كانت وعائية عظمية، تفتت بالعظم مع إصابة بالأوعية، كان عنده إصابة بالوريد بيجره. ففات على العملية، الدكتور قدامه عمليتين، نحن عن عملية العظمية وعملية الأوعية. دكتور الأوعية وقت اللي فات على العملية هو قدامه أدوات جراحية كتير بسيطة، قدامه عملية كتير صعبة ممكن تعرض بعدين بسبب قلة العقامة الموجودة، وهذا بالطبع مو بتقصير اللي عاملين على الأرض، وإنما بسبب انه ما عنده مواد يعقم فيها مشان يضل العقيم عنده المطرح. فهو عوض ما يعقم مثلا كل يوم بيكون بيضطر انه يعقم بالاسبوع مرة. انت بيكون عندك قلة عقامة وهو بحالته هاي، طبعا هنا ما في عنا عناية مركزة. تمام. الغطاء تمام. فانت بحالته مثل حالته بده يكون موجود بغرفة العناية المركزة، وما عنده اي حدا بالغرفة غير اللي بفوت عنده العقيم اللي بغير له على جرحه وبيطلع. وللأسف هذا الشيء موجود، فهو اضطر بالاخر لا يوصل لأنه عنده أمل هالثلاث أيام تحسنت، إجوا تحسنت، ما تحسنت للأسف ضاعت، وبالآخر تم البتر. في مشكلة كان نحن وقت أنا كنت مصاب إنه قالوا لي إنه ما في دكتور أوعية، قلة الأطباء بالغوطة هي والله مشكلة كبيرة. هذا اللي كان بدي أسأل عنه، بدي أسأل عن الأطباء الأخصائيين، يعني هل الأطباء موجودين أطباء الأخصائيين؟ للأسف إنه بالغوطة كلياتها الأطباء الأخصائيين معدودين على الأصابع، وخاصة في بعض الاختصاصات أوعية مثلاً. عصبية داخلية. تمام. تمام. السبب ما فيني أقول عن السبب لأنه ما بعرف شو سبب إنه الدكاترة مو موجودة. تمام. للأسف يعني بعض الدكاترة للأسف حملت حاله وراح بسبب يعني الخناق إنه ما له مضطر هو يتعب، ما بعرف هذا الموضوع، كل دكتور له وضعه الخاص. هذا هي المادة وقت اللي عم يجي الشباب بيكونوا رابطين، بيكون عم بعد أغراض كذا صارت بإيديه، هو بيغسل طبعا ما في صابون وشوية مي فيه، هو بيجي بيغسل ما بيغسل مزبوط بالآخر، يعني قد ما غسل قد ما غسل قد ما غسل مرض وبائي. انت بالآخر بتجيك حالة صرت انت، ونحن هلا يعني مقبلين على فصل الصيف يعني لك، فهي الأمراض بتنتشر جدا 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 صعبة. وموضوع الأوبئة خاصة يعني الإصابة بالآخر، انت إصابة عندك ما يعني ما بتنتشر، وكل واحد مصاب بياخذ اثنين معه وثلاثة واربعة كذا، انت عم تحكي عن حالة وبائية
مالطية، تيفوئيد، الريقان، هدول الثلاث أمراض هلأ منتشرين بشكل كبير كبير بالقطاع الشرقي. الله يعطيكم العافية.